سألت نفسي سؤال، هو الفنان فاروق فلوكس عنده ايه علشان يقوله؟ يمكن عدد من حضراتكم ما يعرفش، بس ده موجود في المذكرات، ان فرقة ثلاثي اضواء المسرح الشهير بين الفنانين العظام الراحلين سمير غانم والضيف احمد وجورج زيدوم تقريبا هي كانت الثنائي الضيف احمد وفلوكس. هتكتشف مثلا ان فرح والدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن السابق، فرح والدها اللي احيا الفرح هو الفنان فاروق فلوكس. انا اتولدت سنة 37، بعديها بسنتين قامت الحرب العالمية الثانية ومصر محتلة من الانجليز، فاحنا بقينا شركة فيها. ادي الزمن معايا بقى، يعني انا في حياتي ابتدت بحرب في حي عبدين. اثرت عليه كل واحد نشأته بتاثر عليه. لا طبعا، ده يا سلام يا سلام على حي عبدين وناسه. اولا كم من الجريج ثقافاته، وكم من الارمن، نعم، وكم من الطلاينه. كان في فرق اياميه بين مسيحي ومسلم ويهودي؟ لا لا لا، اذا كان صاحبي الانتيم قوي ساعتها كان يهودي. لا، صاحبك الانتيم باليمين. وما كانش في فرق بين مسلم ومسيحي؟ لا لا، الكلام ده اتقال عند مولالو. لا 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 لا، اي فنان عنده العطاء والفكر والثقافه وابويا ممثل ومهندس وخريج حقوق، ويعني عنده باع بيرسم وبيكتب وبيالف وعنده حاجات كتيره جدا، فطبعا دي رحله كانت لازم تتوثق على الاقل تبقى ملهمه للاجيال اللي جايه. فاجئني ان هو الابن الوحيد لعيلته اتطوع في المقاومه الشعبيه في وقت العدوان الثلاثي، حرب العدوان الثلاثي، وقعد اكتر من 55 يوم في نقطه مراقبه للابرار الجوي لقوات العدوان الثلاثي. وبعد كده كل الاحداث السياسيه اللي مرت بمصر هو ليه وجهه نظر فيها. زي ما قلت لك، في تصاعد مع بدايته هو في العمل الفني ونشأة المسرح، فخدت جزء كبير من تاريخ المسرح على لسانه.